قناة حسين شقيقي تواصل إدخال البهجة والسرور على كل طموح. ها هو الأخ عباس من العراق ينال مراده بالفوز بقميص علي الهزازي بعد تعليق له على قناة حسين شقيقي بأن مراده هو الفوز بقميص نجم الاتفاق السعودي علي الهزازي، وهو اللاعب النبيل يرضخ لمطالب الفتى ويقرر تسليمه قميصه من على قناة الحسين شقيقي.